مبعوث جديد. ووراء هذا الشرط روسيا ومندوباتها ترى بأن أي تأخير غير مقبول، ونظيرها الأمريكي يصفه بالسلوك المتعنت والمعرقل، فيما يدفع مجلس الأمن بقراره باتجاه حكومة موحدة والبناء على خارطة جنيف وقوانين 6+6 نحو قوانين قابلة للتطبيق، ويدعو للانتخابات والمشاركة في حل المسائل الخلافية دون شروط مسبقة وتوحيد المؤسسات وحوار شامل، ويرفض أي حل عسكري للأزمة. فما الذي يضيفه قرار مجلس الأمن؟ وما الذي كشف خلاف واشنطن وموسكو على البعثة؟ نناقش هذا الموضوع عقب ساعة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها مع مروى العلج. شكرا لك نبيل. وفي عناوين هذه الليلة مشاهدينا نتابع: وسط خلاف روسي أمريكي، مجلس الأمن يصوت على تمديد ولاية البعثة الأممية لثلاثة أشهر ويشدد على شرعية الاتفاق السياسي. مجددا رفضه لتمديد المرحلة الانتقالية، دبيبة يقول إنه يفكر بإجراء استفتاء شعبي لتحديد أولويات المرحلة والتقيد بنتائجه. ووسط استمرار عمليات البحث، هيئة البحث عن المفقودين تستخرج 8 جثامين من مقبرة تجراء وتعلن ارتفاع العدد ل54. يشاركني في تقديم نشرة الليلة الزميل محمد زينب. شكرا لك مروة. إذن تتابعون معنا في نقطة نقاش الليلة: مركز المناهج التعليمية ينتقد قرار إضافة كتاب الكنوز الأثرية للمنهج الدراسي، ويصف القرار بالأحادي والمخالف للقانون. نتساءل إذن في نقطة نقاش الليلة عن خلفيات ودوافع إضافة الكتاب للمقررات الدراسية، وكيف يؤثر الخلاف حوله على سير العملية التعليمية. وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتعرف على عناوينها. صحبة الزميلين حمزة قديش وبدر عمار، إليكما شكرا لكما. وفي جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، في تصريحات للأحرار، المصرف المركزي يؤكد إرسال 60 مليون دينار لدعم السيولة النقدية في فروع المصارف التجارية ببلديتي الكفرة وتزربو. وفي الرياضة تتابعون هذه الليلة، تحضيرا لمباراتي رواندا وبنين في التصفية المؤهلة لكأس افريقيا المغرب 2025، المنتخب الوطني يعسكر في مدينة بنغازي. كانت هذه ابرز عناوين الليلة الإخبارية. منى فعود ألقاكم على رأس الساعة المقبلة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر حتى 31 يناير العام القادم. وتضمن مشروع القرار المقدم من المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية تمديدا تلقائيا للبعثة الأممية ولمدة 9 أشهر إضافية في حال تعيين مبعوث أممي جديد، مشددا على دعم مجلس الأمن الكامل للبعثة في تعزيز عملية سياسية شاملة تقود إلى إجراء انتخابات مبنية على أساس الاتفاق السياسي الليبي. من جهته قال ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن إن تعنت روسيا هو السبب الوحيد الذي حال دون تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة عام في ليبيا. وأضاف الممثل الأمريكي أمام مجلس الأمن الخميس أن إعادة النظر في ولاية البعثة كل 4 أشهر يعرقل عملها في البلاد، قائلا إن واشنطن تعلم لماذا ترغب روسيا بعرقلة هذا التمديد بحسب قوله. بدورها اعتبرت ممثلة روسيا لدى مجلس الأمن أن تمديد الفترة الانتقالية للبعثة الأممية في ليبيا دون تسمية رئيس لها يعقد تسوية المشاكل الملحة في البلاد. ودعت ممثلة روسيا في كلمتها أمام مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد، معتبرة أن أي تأخير في تسميته غير مقبول. إلى ذلك، قالت ممثلة بريطانيا بمجلس الأمن إن بلادها ملتزمة بالعمل مع الجميع للوصول إلى
إجراء الانتخابات في ليبيا. ودعت ممثلة بريطانيا خلال كلمة لها بجلسة مجلس الأمن المعنية بليبيا الخميس، دعت كافة الأطراف الرئيسية إلى الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب، مشددة على ضرورة مشاركة الجميع في العملية السياسية. اقتصاديا، دعا مجلس الأمن المؤسسات في البلاد إلى اتخاذ خطوات لوضع صيغة نهائية للترتيبات المالية ووضع ميزانية موحدة لضمان استقرار الوضع المالي. وأكد المجلس في قرار تمديد ولاية البعث أهمية إنشاء آلية تجمع أصحاب المصلحة لتحديد أوجه الإنفاق، مشددا أن موارد ليبيا لا ينبغي استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية. وشدد مجلس الأمن على ضرورة نزع الطابع السياسي عن موارد النفط وضرورة أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، مرحبا باتفاق مصرف ليبيا المركزي وداعيا إلى تنفيذه بشكل كامل وسريع. لثلاثة أشهر فقط وحتى نهاية شهر يناير من عام 2025 المقبل، ودون التوافق على تسمية مبعوث أممي جديد، قرر مجلس الأمن الدولي بإجماع 15 صوتا التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. تجديد ولاية البعثة قصير الأجل هذا ليس الأول من نوعه، حيث لجأ مجلس الأمن إلى تجديدات لمدد قصيرة من هذا النوع أكثر من مرة في محطات سابقة، ولذات الأسباب التي تمثل أغلبها خلافات وتباين وجهات النظر بين الأعضاء حول دور البعثة ومسار العملية السياسية في البلاد. فيما برز هذه المرة سبب آخر تمثل في تمسك روسيا بالاتفاق على تسمية مبعوث خاص جديد قبل أي قرار يتعلق بتمديد طويل الأجل للبعثة الحالية. ممثلة المملكة المتحدة بالمجلس التي دعت بوضوح أطراف الأزمة الليبية إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية، أكدت بأن عمل البعثة سيمدد تلقائيا إلى 9 أشهر أخرى في حال جرى تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا. أما واشنطن فقد أكدت عبر ممثلها بمجلس الأمن الذي تخلى عن كثير من الدبلوماسية بأن تعنت روسيا هو السبب الوحيد الذي منع تمديد ولاية البعثة لمدة عام، واصفا عملية إعادة النظر في ولايتها كل 4 أشهر يعرقل عملها، وأن واشنطن تعلم لماذا ترغب موسكو في عرقلة هذا التمديد. ممثلة روسيا كشفت كلمتها فيما بين سطورها سبب رفض بلادها التمديد طويل الأجل للبعثة في ليبيا، عندما قال إن موسكو تتوقع أن يقدم الأمين العام على تسمية رئيس للبعثة في أقرب الأجل، مؤكدا بأن روسيا تعي أهمية ومحورية دور البعثة ولكنها لا تقبل أي تأخير في تعيين رئيس جديد لها. وفي الوقت الذي يعكس قرار التمديد للبعثة الأممية قصير الأجل حجم الخلافات السياسية وتباين المواقف بين الغرب بقيادة أمريكا وروسيا، فهو يرسل إشارات سياسية مختلفة للأطراف الليبية قد تدفع بعضها بالتحرك تجاه اتخاذ قرارات وصفتها مندوبة بريطانيا بالأحادية، فيما يرى آخرون بأنها قرارات تكسر الجمود وتحرك العملية السياسية الراكدة في ليبيا. وفي أول رد فعل محلي رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقرار مجلس الأمن حول ليبيا قائلا إنه يمثل بوضوح خارطة طريق هامة لمرحلة فاصلة في تاريخ البلاد وسيعمل على تنفيذه بحسب وصفه. وأضاف المنفي في سلسلة من المنشورات على حسابه بمنصة إكس الخميس أن الرابط الوثيق بين قوانين الانتخابات ولجنة 6+6 يمثل أساسا من خلال الاستفتاء الشعبي لإنهاء الجمود السياسي، ويمثل مسارا حقيقيا كذلك لإنجاز الانتخابات، مشيرا إلى أن احترام تنفيذ الاتفاقات المبرمة ومعالجة القرارات الأحادية ووضع الترتيبات المالية للوصول إلى ميزانية موحدة تضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي وكذلك دوره الفني، كما أكد المنفي على أهمية استقلالية وشفافية مؤسسة النفط في إدارة المورد الاقتصادي الوحيد للشعب الليبي تحت
رقابة اللجنة المالية العليا المشتركة قائلا إن ذلك يمثل خطوة هامة لمعالجة تضخم الإنفاق العام ودعم الاقتصاد والتنمية. إذا لمناقشة هذه الأخبار عبر سكايب من اسطنبول ينضم إلينا المحلل السياسي صلاح البكوش. سيد صلاح أهلا وسهلا بك. الخلاف الروسي الأمريكي بدأ اليوم أكثر وضوحا من أي وقت مضى من خلال اتهام ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لممثل روسيا بمجلس الأمن بالعرقلة، فكيف ترى انعكاس هذا الخلاف على مسألة التجديد للبعثة؟ أعتقد أن هذا الخلاف واضح منذ أمد طويل، وأعتقد أنه ينعكس على صيغة البيان أو صيغة القرار الذي خرج اليوم. تجدين فيه شيء ما لكل طرف، وضعت فيه روسيا شرط 3 أشهر ووضع فيه آخرون أشياء أخرى، وعلى هذا الأساس لا تزال الصورة ضبابية ولا ندري ما هي الخطة التي يعتمدها المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا. وعليها أعتقد أن على سبيل المثال كلام السيد المنفي بأن خارطة واضحة، لا أدري أين أنا بذلك، ولكن في تصوري أن ستيفاني خوري الآن أمام معضلة كبيرة، وهي القيام بشيء قبل قضاء 3 أشهر، وهي أعتقد أنها وضحت بنوع من الجدية بأنها ستقوم بأي عمل يشير إلى أنها قامت بشيء ما، ولكن ليست تقوم بأي أعمال جذرية للأزمة. وعليه لا يجب علينا أن ننتظر الكثير من الكلام، ولكن لا أفعل على الأرض. نعم. طيب أشرت حضرتك إلى مسألة 3 أشهر، ولكن نتساءل الآن عن فرص إحداث أي تغيير بالفعل أو بدء أي حوارات أو المضي في أي مبادرات من قبل ستيفاني خوري خلال هذه المدة الوجيزة. من الصعب جدا على ستيفاني خوري أن تقوم بذلك، وخاصة الآن موقفها ضعيف جدا وهي تحت طائلة هذا التهديد بإزاحتها من المشهد خلال 3 أشهر، أو أن الروس سوف يدعون إلى 3 أشهر أخرى أو يرفضون التمديد مرة أخرى. وعلى هذا الأساس أعتقد أن موقفها ضعيف جدا، وكان ضعيفا منذ بدايتها في مارس الماضي، فلا أتصور أن الأطراف السياسية في ليبيا سوف تتعاون معها وبالكثير من المرونة، سيتشبث الجميع بمواقفهم على أساس أن هذه المبعوثة الأممية سوف تغادر المشهد قريبا وليس لها الكثير من الدعم من مجلس الأمن. من يدري، ربما يحدث على غرار ما حصل في مسألة المصرف المركزي ويكون هناك نوع من أنواع التعاون ولو بسيط تستطيع ستيفاني خوري أن تعول عليه، ما مدى فرص ذلك؟ لا شوفي، يختلف المصرف المركزي، لأن أزمة المصرف المركزي لمست حاجة قريبة جدا من جميع الأطراف وهي النقود. كيف سيتم صرف النقود وما إلى ذلك، ولهذا أجبروا على التعاون والوصول إلى حل. أما بخصوص أن ستيفاني خوري تعتمد على هذه الأطراف للوصول إلى انتخابات تزيلهم من المشهد، أعتقد أن ذلك أمر صعب جدا، وخاصة بالنسبة لهذه المندوبة وفي هذه الفترة التي نشهد فيها هذا الخلاف داخل مجلس الأمن. نعم، وبالتالي فترة 3 أشهر من الصعب وفق ما تراه أن تطلق فيها ستيفاني خوري أي مبادرات. ماذا عن إمكانية تعيين مبعوث جديد خلال هذه المدة، وهو ربما الشرط الذي قد يقيها أطول من ذلك في منصبها الحالي؟ صعب جدا. الأخبار التي تأتي من مجلس الأمن ومن كواليسه تشير إلى أنه ليس هناك أي أسماء مرشحة بالذات يمكن التوافق عليها، وعلى هذا الأساس أعتقد أن السيد غوتيريس أمامه مهمة صعبة في الوصول إلى مندوب يمكن التوافق عليه وأيضا يكون بالثقل الذي تحتاجه الأزمة الليبية، لأن مجرد تعيين
مندوب يوافق عليه الجميع ويكون ضعيفا وليس له سند، أعتقد أن ذلك سوف يمدد من عمر هذه الأزمة واشترار للمشهد السياسي الليبي منذ سنوات. وبالتالي ما الذي تتوقعه لنهاية يناير من العام القادم الذي فيه تنتهي ولاية ستيفاني خوري؟ لا أعتقد أنه سيحدث شيء، لأن سندخل على فترة العطلات السنوية، فترة الكريسماس والسنة الميلادية الجديدة وما إلى ذلك، وأعتقد أن الجميع مشغولين بقضايا أخرى في غزة وفي لبنان وفي أوكرانيا، فلا أعتقد أن هناك مساحة للوصول إلى مندوب جديد خلال 3 أشهر. إذن مساحة البعثة الأممية تراها ضئيلة جدا، هل ترى أي بوادر لأن تكون هناك تحركات محلية لكسر هذا الجمود الحالي الذي طال أمده؟ لا، هذا من الواضح، لأن اليوم عبر مجلس الأمن بعدم التمديد للبعثة لمدة سنة، عبر عن عدم ثقته في هذه المندوبة. وعلى هذا الأساس أعتقد أنه من الصعب على ستيفاني خوري أن تضغط وأن يكون لها ذلك التأثير والمصداقية على الأطراف التي لن تتزحزح عن مواقفها إلا إذا اتخذت الأطراف نفسها إجراءات، كما حدث في المصرف المركزي اتخذت إجراءات لفرض وضع جديد وجو أجواء جديدة للمفاوضات، ربما عبر استفتاء أو ما إلى ذلك أو تحركات كهذه، أعتقد أنها ربما ستوجه هذه الأطراف إلى الجلوس كما جلسوا في أزمة المصرف المركزي، للجلوس على الطاولة ونقاش الانتخابات وما إلى ذلك. نعم، ولكن تتحدث عن استفتاء ربما هي رغبة البعض ولو كان ظاهريا ويرى كثيرون أن فيها الحل، لكن مسألة القبول بهذه الخطوة من الأساس وحتى القبول بنتائجها ما إذا جرى المضي فيها، وتتحدث أيضا ربما عن عوامل قد تبرز حتى تدفع الأطراف للتحرك على غرار ما حصل في أزمة المركزي، وقلت في ذات الوقت أن الموضوع يختلف، موضوع أو مسألة المصرف المركزي هي مسألة حساسة، بالتالي اليوم ما الصفات التي يجب أن تتوفر في المبعوث الأممي حتى ربما تستجيب له الأطراف وحتى يكون مجلس الأمن الذي قلت أنه غير راض على أدائها راض عنه؟ المبعوث الأممي يعني في فترة ما في أفريقيا عين الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان كمندوب خاص للأمم المتحدة، أعتقد في كينيا أو ما إلى ذلك. نوعية كوفي عنان لها ثقل تستطيع أن تجرجر وراءها الأطراف الدولية، لأن عندما يتحدث كوفي عنان يستمع الجميع، لأن له مصداقية وله باع طويل في هذه المشاريع. ولكن أن تأتي يعني كما حدث في السيد بثيلي، أتوا به أجيب واحد من أفريقيا بس لم يكن له أي دعم، لم تكن له أي خلفية أو مصداقية كبيرة أو تاريخ عمل طويل، فهذا من جهة. ولكن عودة على قضية الاستفتاء، أعتقد أن ذلك قد يحرك المشهد، لأن الاستفتاء سوف لن يكون على الدستور أو على أي شيء، ولكن استبيان عام في جميع أنحاء ليبيا لتحديد ما هي أولويات الشعب الليبي، أعتقد أن ذلك سوف يضع الأطراف المتعنتة في موقف حرج التي لا تريد أن استبيانا لآراء الليبيين. نعم. ولكن هذا سوف يحرك المشهد أعتقد، وربما يدفع بالبعض إلى الجلوس والتفاوض حول الخطوات القادمة. نعم، ستتكشف كل هذه الأمور خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي صلاح البكوش، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا لك مجددا. أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة عن رفض حكومته تمديد المرحلة الانتقالية مطالبا بقوانين انتخابية عادلة
لا تستهدف أشخاصا بعينهم. وقال دبيبة خلال اجتماعه برؤساء المجالس المحلية للشباب إن الحكومة تفكر في إجراء استفتاء شعبي لتحديد أولويات المرحلة، مؤكدا أنه سينفذ نتائج الاستفتاء سواء كانت توافق توجهاته أم تعارضها. وأشار دبيبة إلى أنه أوضح للاتحاد الإفريقي أن الليبيين ليسوا مختلفين، وأن عليهم أن يتجهوا للسياسيين، لافتا إلى أن من بين السياسيين من يسعى لفرض نظام عسكري وآخرين يريدون فرض نظام ديني أيديولوجي بحسب تعبيره. فكروا في أن عندنا بنشاور الناس من ضمنه حتى أنتم، وهذه بتهيئوا نفسكم له. احنا بنديروا بنفكروا في استفتاء عام. انت شن تبي؟ باش نوروا ان راه الليبيين شنو اللي يبوه. مش عبد الحميد شيبي والله عمر شيبي والله فلان شنو يبي، لا. انتم شنو اللي تبوه ونظهروا للناس ان احنا بالنسبه لي انا كمواطن نبي دستور ونبي انتخابات. موضوع الاستفتاء الشعبي هذا يوضح لكم انتم ولليبيين، كان استفتوا كلها ان راهو المشكله في شخصي ولا في اي شخص، لابد يكون واضح لكم. وانا والله بعون الله في نتائج هذا الاستفتاء حن اي حاجه معي ولا ضدي حنكون اول من ينفذها، والله اول من يتبعها، اول لان الشعب هو سيد السلطه وسيد الحكم. هذا وبحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، بحثا سبل دعم جهود البعثة في ليبيا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الانتخابات البلدية. أكد دبيبة خلال الاجتماع الذي جرى الخميس بالعاصمة طرابلس على أهمية الانتخابات البلدية كخطوة نحو تحقيق الانتخابات الوطنية المنتظرة، معربا عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه الأمم المتحدة في دعم ليبيا. بدورها أكدت القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري مع سفيرة النرويج في ليبيا أهمية اتباع المجتمع الدولي مقاربة متسقة لدعم وتنشيط العملية السياسية وضمان احترام حقوق الإنسان والقضاء المدني. وأشارت ستيفاني على منصة إكس إلى أن اللقاء تناول أيضا تطورات العملية السياسية والانتخابات البلدية والتي تعتزم المفوضية العليا للانتخابات تنظيمها بعد أسبوعين. إلى خبر آخر، حيث قال موقع أفريكا انتليجنس إن التقارب بين وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ونجري حفتر صدام يساعد تركيا على تعزيز وجودها العسكري في غرب ليبيا وفتح الفرص في المنطقة الشرقية. وأكد الموقع الفرنسي أن أنقرة رتبت حضور الطرابلسي وصدام لمعرض الدفاع سها إكسبو الذي أقيم قبل أيام في إسطنبول، لافتا إلى أن حضورهما يشكل علامة ملموسة على التقارب بين السلطات في غرب ليبيا وشرقها. وأشار أفريكا انتليجنس إلى أن صدام حفتر زار معرض تجارة الأسلحة وتنقل بين الأجنحة لاستطلاع صناعة الدفاع التركية، والتقى على انفراد مع رئيس مجموعة بافو المتخصصة في حلول الدفاع والاتصالات الرقمية. كشف مدير إدارة الرفات بهيئة البحث والتعرف عن المفقودين لطفي المصراتي عن استخراج فرق الهيئة 8 جثث من مقبرة بير لسطى ميلاد بتجورة يوم الخميس. وأضاف المصراتي في تصريح للأحرار أن إجمالي عدد الجثث التي جرى استخراجها من مقبرة بير لسطى ميلاد ارتفع إلى 53 جثة. We'll be right back.
الآن إلى الأخبار الاقتصادية يصحبنا فيها الزميل حمزة كديش. إليك حمزة. شكرا لكما. أعلن مصرف ليبيا المركزي تسيير رحلة محملة بالسيولة النقدية باتجاه مدينة الكفرة، وبحسب المركزي فإن إجمالي السيولة يصل إلى حوالي 60 مليون دينار بهدف تزويد فروع المصارف التجارية في مدينتي الكفرة وتزربو، وذلك ضمن جهوده لمواجهة أزمة السيولة ونقصها في كافة أنحاء ليبيا، موضحا في تصريحات للأحرار أن الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي بهدف توفير السيولة في جميع المدن والقرى الليبية. هذا ووجه مصرف ليبيا المركزي تعليمات جديدة إلى إدارة مصرف الجمهورية بتعزيز إجراءات توزيع السيولة النقدية على كافة فروعه ووكالاته في مختلف مناطق البلاد. التعليمات شددت على ضرورة تعزيز إجراءات سحب السيولة من المصارف وزيادة ساعات العمل وتهيئة إجراءات تسليم السيولة بما يتماشى مع احتياجات المناطق. كما طالب المصرف بضمان توفير السيولة خارج المدن الرئيسية والتنسيق المستمر بين المصارف والمصرف المركزي لتحقيق ذلك. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعا في تعاملات السوق الموازية الخميس، حيث انخفض سعر صرف أو ارتفع سعر صرف الدولار إلى حوالي 6.70 دنانير. كما سجل سعر صرف اليورو ارتفاعا إلى نحو 6.70 دنانير، في حين سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 7.650 دنانير. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة أن الوضع الاقتصادي الليبي بخير داعيا لعدم الالتفات إلى التحذيرات السابقة. وكشف دبيبة عن عزمه إطلاق خطط لاستثمار المليارات الراكدة بالمصارف التجارية المحلية عبر إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن البنوك ستدعم مشروعات الشباب، ومؤكدا في الأن ذاته بأن برامج التمويل السابقة أسيء استخدامها ما استدعى تحسينها. هذا وكشفت بيبة عن مشروع لبناء الآلاف من المساكن كمرحلة أولى للشباب مع إطلاق الدفعة الثالثة من منحة الزواج ضمن جهود الحكومة لدعم الشباب وتحسين معيشتهم. بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشوك الخطة التشغيلية الرقابية لعام 2024 والمراحل التي تم إنجازها حتى الآن. كما جرى استعراض الترتيبات النهائية لاستضافة ديوان المحاسبة لاجتماعات الجمعية العامة 16 والمجلس التنفيذي 60 للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإفروساي والمقررة عقدها في مدينة طرابلس في ديسمبر المقبل، إلى جانب اجتماعات اللجان الفنية التابعة للمنظمة. وقعت وزارة الحكم المحلية الليبية اتفاقية تفاهم مع الغرفة التجارية الإيطالية الليبية المشتركة بهدف تعزيز التعاون وتطوير شراكات استراتيجية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الليبية والإيطالية. وأوضحت وزارة الحكم المحلي للأحرار أن الاتفاقية تركز على إنشاء مشاريع مشتركة وبرامج لنقل وتبادل المعرفة، إضافة للاستكشاف أسواق جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مع خلق ثقافة أعمال مشتركة وبناء شبكة قوية من العلاقات الريادية، ما يعزز التعاون الاقتصادي ويوفر فرصا جديدة للتطوير التكنولوجي والتجاري بين ليبيا وإيطاليا. أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة بحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد مبادرة يوم التوظيف المفتوح في كلية الهندسة بجامعة مصراتة بهدف دعم توظيف الكفاءات الليبية خارج القطاع الحكومي. وبحسب وزارة العمل فإن المبادرة تستهدف جذب القطاعين الخاص والوطني والأجنبي لاستيعاب الباحثين عن العمل والمقبلين على التخرج من المؤسسات التعليمية الوطنية، وذلك استكمالا لفعاليات سابقة أقيمت في جامعات كل من طرابلس وغيرها. بحثت اللجنة الرئيسية لتعويضات العقارات المنزوعة للمنفعة العامة الأربعاء ملفات تعويض أصحاب العقارات المتضررة. الاجتماع استعرض كذلك مطالبات تعويض عقارات المواطنين في المنطقة الجنوبية وطرابلس الكبرى، حيث جرت مناقشة آلية استكمال الإجراءات لضمان الحقوق وتحقيق المصلحة العامة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بتعويضات الحرب والمناطق المتضررة.
قال مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط أنور عجيل أن معدلات إنتاج النفط سجلت 1,336,000 برميل من النفط الخام يوميا. وأضاف عجيل أن المؤسسة تستعد لإعادة تشغيل 4 حقول كانت خارج الخدمة ضمن خطتها لزيادة الإنتاج، وهي الظهرة والباهي والمبروك والطهارة في القريب العاجل، بطاقة إنتاجية إضافية تتجاوز 40,000 برميل. نجحت المؤسسة إلى حد كبير للوصول أو لتنفيذ هذه الخطة. اليوم طبعا يمثل إنتاجنا هو الإنتاج الأعلى، حيث وصل إنتاجنا إلى 1,335,000 برميل من النفط والمكتفات، ونهدف إلى إن شاء الله بنهاية هذا العام للوصول إلى معدل إنتاج يصل إلى 1,400,000 برميل من النفط والمكتفات. أعلنت شركة البريغا لتسويق النفط والغاز توزيع أكثر من 22 مليون لتر من البنزين وأكثر من 20 مليون من الديزل. وبحسب شركة البريغا فقد شملت التوزيعات أكثر من 800,000 لتر من كيروسين الطيران، بينما بلغت الكمية الموزعة من اسطوانات غاز الطهو أكثر من 62,000 اسطوانة غاز من الأحجام الكبيرة والصغيرة، مشيرة إلى أن شركة الكهرباء تحصلت على 16% من توزيعات الوقود، في حين توزعت 84% على باقي القطاعات المختلفة. كشفت شركة البريغا لتسويق النفط والغاز عن توزيع نحو 7 ملايين لتر من البنزين وأكثر من 1 مليون لتر من الديزل على مدينة طرابلس وضواحيها. هذا وقامت الشركة من خلال مستودع راس المنقار في مدينة بنغازي بتوزيع 6,500,000 لتر من البنزين و10 ملايين لتر من الديزل، فيما تم توزيع أكثر من 1,200,000 لتر من البنزين و180,000 لتر من الديزل لمدينة سبها وبعض مدن المنطقة الجنوبية انطلاقا من مستودع سبها النفطي. ختم جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى الزميلين مروى ومحمود. شكرا لك حمزة. وصف المدير العام لمركز المناهج التعليمية سيف النصر عبد السلام قرار إضافة كتاب الكنوز الأثرية مادة دراسية إلزامية إلى مقررات المنهج الدراسي، وصفه بالقرار الأحادي قائلا إن إضافة أو إلغاء أي مادة دراسية من اختصاصات مركز المناهج قانونا. وأوضح عبد السلام في تصريح للأحرار أن إضافة الكتاب المذكور إلى المنهج الدراسي لا تجوز قانونا، لكون الكتاب على المذهب الحنبلي والبلاد على المذهب المالكي، مما يتسبب في تشتت الطلبة، مضيفا أنهم قدموا مذكرة ضد القرار إلى كل الجهات المختصة بما فيها مجلس النواب، وأن هناك محاولات لإيقافه بشتى الطرق. وأضاف مدير مركز المناهج أنهم تواصلوا مع الجهات في شرق البلاد، بدورها أكدت تشكيل لجنة لدراسة المادة وستقدم تقريرها خلال أسبوع حول مدى صلاحية المنهج. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طرابلس مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور سيف النصر عبد السلام. أهلا وسهلا بك دكتور سيف النصر. ابتداءً يعني طالما أنكم تواصلتم مع الجهات المسؤولة اليوم في شرق البلاد والتي هي التي أقرت المنهج أو أقرت إضافة هذه المادة بعيدا عن وزارة التعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، قدمتم مذكرة ضد القرار وأن هناك اليوم محاولات لإيقاف هذا الكتاب وإضافته للمنهج الدراسي، إلى أين وصلت جهودكم ابتداءا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهلا وسهلا بكم. حقيقة هو نحن تفاجأنا بهذا القرار ولا نملك صورة واضحة، يعني هل المنهج هل هو كتاب واحد أم كتب ستدرس، لأن طبقا القرار يقول يعني إلزامي، مادة دراسية إلزامية من الصفوف من الصف الأول ابتدائي إلى الثالث ثانوي. هل هي سلسلة كبيرة لا نعلم عنها إلا بداية من قرار إنشاء المركز. المركز بالقرار 123 لسنة 2009 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة هو الجهة الوحيدة المختصة بإعداد المناهج والمقررات الدراسية سواء في التعليم الأساسي أو المتوسط أو التدريب، وأيضا يتيح التعديل وتطوير المناهج
لمركز المناهج بالتعاون مع مصلحة التفتيش التربوي. وللأسف الشديد هذا لم يحدث في عند إصدار القرار لهذه المادة. هذه المادة ما زالت غامضة لدينا. نحن لدينا مادة التربية الإسلامية من صف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي تحوي جميع ما يخص العقيدة والعبادات والأخلاق الإسلامية والمعاملات والتاريخ والسيرة. إذا كان هناك نقص يا ريت كان فيه مسح لمناهجنا ويبينوا لنا وين النقص في مناهجنا التعليمية. أما إذا كان لأسباب أخرى لخدمة طائفة معينة ولا غيرها فهذا ما نرفضه. لأن والحمد لله أن المؤسسة التعليمية في ليبيا ما زالت واحدة يعني والمناهج التعليمية يعني خط أحمر بالنسبة لطلابنا ومستقبل طلابنا. وأيضا أعتقد بأن وحتى الجميع يعلم يعني مذهب أهل البلد وما هي الاختلافات بين المذاهب، وهذا ما تمناش يعني الإسلام واحد هو. ولكن في اختلافات، لكن عندما ندرس الطفل الصغير مادة التربية الإسلامية بشكل ويجي مادة أخرى بالرغم من علمنا أن هذه المادة تدرس في الكتاتيب وفي المدارس الدينية ربما فليكتفوا بذلك، لكن المنهج التعليمي ما زال تتحدث عن إقحام المادة بشكل غير قانوني ضمن المناهج الدراسية المعتمدة أو التي هي يراد لها الاعتماد من قبل جهات بعينها وخدمة لطائفة أو تيار بعينه، وإقحام النشأ أو الطلاب لسيما اللي قاعدين في التعليم الأساسي إدخالهم في هذا الجدل الفكري اللي هو أكبر من عقولهم وبعيد عنهم. وهذا يدفعنا للسؤال التالي دكتور سيف، خلفيات ودوافع إضافة هذا الكتاب للمقررات الدراسية وعدم مراعاة أي من التداعيات التي كنت الآن أنت تحذر منها؟ حقيقة أنا لا أعلم ما يحوي هذا الكتاب بالتحديد، ولو أن من فترة يعني عندنا قدم لنا تقرير على هذا الكتاب أنه يحوي مسائل كثيرة يعني تختلف عن ربما عن المذهب وما يدرسه الطلبة. ولكن اللي ليس واضحا لدينا هذه السلسلة، هل هي سلسلة تدرس من الأول ابتدائي إلى ثالث ثانوي أم هو كتاب واحد؟ نحن في كل سنة نقوم بالتعديل وأخذ ملاحظات التوجيه التربوي والمعلمين. فاللي تمنيتها أن إذا كان فيه نقص في مناهجنا التعليمية أو في مادة التربية الإسلامية سواء في العقيدة أو في العبادات أو في المعاملات وغيرها كان يوضح لنا عن طريق القنوات المختصة، ولكن قرار فجائي بالشكل هذا يربك العملية التعليمية اللي كيف ما قلنا في ليبيا والحمد لله ما زالت متماسكة يعني. فأي شيء يخالف ذلك يعتبر خطر على العملية التعليمية في ليبيا. طيب هو وفق متابعين في أشياء نافعة نقصد أنا، ولكن يفترض أن كان عبر قنواتنا الرسمية اللي نحن نتعامل بها عندنا لجان عندنا خبراء يراجعوا أي كلمة قبل أن تدخل في المناهج التعليمية. واضحت تماما، هو وفق مراقبين ومتابعين واضح جدا أن الكتاب هو على المذهب الحنبلي، و ليبيا كما هو معروف للجميع هي على المذهب المالكي، مما قد يتسبب في تشتت الطلبة. دكتور سيف، كيف يؤثر هذا الخلاف، كيف يؤثر هذا التشتت على سير العملية التعليمية على الطلبة بشكل خاص؟ أنا نقصد أن ولو كانت حتى مادة أخرى، ولو كانت مادة كيمياء بحيث أن نقحمها في المنهج متماسك نبنوا فيه نحن من بشكل حلزوني يعني المعلومة تكبر من الأول ابتدائي ثم أكبر ثم أكبر ثم أكبر إلى أن تصل إلى ثالث ثانوي يعني بشكل علمي مدروس. فلا يمكن إقحام أي شيء في النص بدون دراسة بدون إدخاله عن طريق الخبراء المهندسين اللي هندسوا هذا المنهج. إذا كان نحن نتقبل النقد من الجميع يعني نعمل حتى في استبيانات إلكترونية نتقبل حتى في النقد المعلمين أولياء الأمور غيره يعني يظل عملنا عمل إنساني، ولكن حاولوا الوصول ولكن بالشكل هذا يكون بالشكل الفجائي هذا يربك العملية التعليمية، خاصة نعلم أن العملية التعليمية ما زالت في ليبيا واحدة يعني الامتحانات واحدة امتحانات الشهادات المنهج واحد في شرق ليبيا وغربها وشمالها وجنوبها. طيب طالما أن المنهج واحد دكتور، حتى أستفيد من وجودك معي، من الواضح أن المنهج الدراسي أقر في منطقة دون أخرى، تداعيات هذا الأمر من حيث المبدأ. ثانيا أنت ذكرت بأن أي مادة تعليمية
أيا كانت، أدبية، فكرية، علمية، تخضع لعديد من العوامل وتمر عبر فلاتر حتى تقدم للطالب، لربما هي نافعة لكن لا تليق بسنه، المنهج أو المعلومات التي فيها أكبر من قدراتي، ولربما فيها حالة التشتت أو التضاد. بالتالي هل أقيمت أي ورش عمل لبحث هذا المنهج؟ هل هناك أي من العاملين في مركز المناهج التعليمية الذي راقب وتابع هذا الكتاب ورآه صالح أو ينفع لهؤلاء الطلبة أم لا؟ أنا كما قلت لك على حسب معلوماتي بأن هذا الكتاب هو سلسلة، هو حقيبة من الكتب، يعني ما يتمثلش في سين وجيم أو مية سؤال أو غيرها، ولكن ما تحتلناش فرصة أن نقدم لنا هذا المنهج بالكامل لكي يتم دراسته من قبل الخبراء ونعرف حتى ما هي النقص في منهجنا نحن اللي نبغى نغطوه بهذا المنهج. من ناحية هذه يا ريت كانت بالشكل هذا بالشكل الطبيعي، لكن أنا أعلم دكتور وقتي ضيق جدا، رجاء وبعد إذنك وشكرا لك لاتساع صدرك، هل الآن المنهج أقر في منطقة دون أخرى بشكل أساسي ورسمي؟ إلى الآن أعتقد لم يقر بشكل رسمي، لأن في حتى في جهة شرقية في لجنة تدرس الشيء هذا، هو قرار صدر شفناها جميعا فاجأنا جميعا، ولكن لا أعتقد بأنه طبق يعني حتى الآن. نعم، طيب لماذا قدمتم مذكرة ضد هذا القرار إلى كل الجهات المختصة بما فيها مجلس النواب، وأن هناك محاولات لإيقافه؟ محاولات لإيقافه باختصار دكتور يعني أن المنهج أقر في منطقة دون أخرى. هو يقر بقرار كما سمعنا من رئاسة الوزارة في بنغازي، ولكن نحن احتجاجنا أن لم يقدم بشكل أساسي بشكل عبر القنوات الرسمية لما يتبع من اعتماد المنهج عندنا في مركز المناهج التعليمية. وضحت دكتور، عذرا لك نظرا لضيق الوقت، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور سيف النصر عبد السلام، شكرا جزيلا لك، كنت معنا ضيفا عبر الهاتف من داخل طرابلس. أما الآن مشاهدينا إلى جولة لأهم الأخبار الرياضية. زميل بدر عماري، إليك بدر. شكرا لكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم يوم السبت القادم معسكرا تحضيريا في بنغازي استعدادا لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من تصفية كأس إفريقيا المغرب 2025. قائمة المدرب ناصر الحضيري لم تشهد أي تغييرات مقارنة بقائمة مباراتي نيجيريا، إذ استدعى الجهاز الفني 25 لاعبا على رأسهم القائد فيصل البدري والمهاجم أحمد كراوع بالإضافة للحارس مراد لحيشي. هذا ويستمر معسكر المنتخب الوطني لأسبوع قبل السفر إلى العاصمة الرواندية كيغالي لمواجهة منتخب رواندا في 11 من نوفمبر لحساب الجولة الخامسة، قبل أن يستقبل منتخبنا ضيفه منتخب بنين بملعب شهداء بنينة في 15 من الشهر القادم في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية. فور وصوله إلى مدينة طرابلس عائدا من بطولة لندن الدولية لبناء الأجسام والفيزيك، قال البطل الليبي الدولي مراد البوسيفي أنه يهدي الميداليات الذهبية للشعب الفلسطيني نصرة للقضية ووقوفا مع الشعب الفلسطيني الصامد. جاء ذلك بعد تتويج البوسيفي بأربع ميداليات ذهبية فضلا على حصوله على لقب نجم البطولة. كنت الممثل الوحيد العربي ليبي اللي مثلت ليبيا الحمد لله ومثلت الدول العربية، وهذا فخر اني نهدي هذا الانجاز الكبير لفلسطين، وان الشعب الليبي يساند فلسطين ويساند القضية الفلسطينية ومع فلسطين الى الابد، وهذا اهداء خاص بما اني كنت اول مشارك الوحيد العربي فاهدي فلسطين هذا الانجاز، ونسأل الله انه يفرج على فلسطين ويبارك لنا ان شاء الله في انتصارات المسلمين في كل مكان.
جددت إدارة نادي السواحلي تعاقدها مع المدرب الوطني عبد الباسط النعاس ليكون على رأس الجهاز الفني لفريق كرة القدم داخل الصالات للموسم الرياضي 2024-2025. تجديد العقد تم بحضور مدير الفريق نبيل أبو بريدة. النعاس درب فريق الاتحاد وقاد منتخبنا خلال مشاركته في كأس إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات وكأس العالم بالبرازيل وتايلاند، ويسعى المدرب عبد الباسط النعاس للمحافظة على اللقب مع فريق السواحلي في الموسم الجديد. توج فريق الجزيرة بلقب كأس ليبيا لكرة اليد لفئة الأشبال بفوز على فريق غاريونس في المباراة النهائية التي جرت بالقاعة الرياضية في مدينة زوارة. المباراة انتهت بفوز الجزيرة ب 34 مقابل 25 هدفا لينهي الجزيرة مشوار البطولة الذي امتد على مدار أسبوعين. المباراة تبادل فيها الفريقان الهجمات والأهداف حتى منتصف الشوط الأول ليوسع الجزيرة الفارق إلى 5 أهداف ويحافظ على الفارق رغم محاولات غاريونس في تعديل النتيجة. الحمد لله التعب ممشاش هدر، هذا الفوز نهديه لكل كل مدينة الحبيبة زوارة. ألف مبروك لكل الليبيين اللي شجعوا في نادي الجزيرة. نهائيات ليبيا فئة الأشبال التي أقيمت في خلال هذه الفترة في مدينة زوارة توج بها فريق الجزيرة. هارد لك لكل الفرق اللي شاركت في هذا الموسم، منو لهم موسم قادم إن شاء الله يكونوا في أحسن وضعية. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد التي كانت ستقام على ملعب المستايا يوم السبت المقبل في الجولة 12 من الليغا. جاء ذلك بسبب الإعصار الذي ضرب فالنسيا وإعلان الحداد الرسمي لثلاثة أيام مع تعليق المسابقات الرياضية في المنطقة المذكورة. قال اتحاد الكرة الإسباني أنه تلقى طلب تأجيل اللقاء من رابطة الليغا. وبعد التحدث مع الأندية المعنية وفي ضوء الظروف القاهرة الناجمة عن الأثار، بات من الضروري تأجيل المباريات المقررة في ذلك التاريخ. ختام الرياضة، نعود إلى مروة محمد وبقيت أخبار هذه الليلة. إليكم. شكرا لك بدر. طلبت النقابة العامة للمتقاعدين مجلس النواب بتنفيذ الميزانية التي جرى إقرارها بشأن إدراج مستحقات زيادة المتقاعدين وفق الدرجة الوظيفية المتقاعد عليها. هذا وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لرئيس النقابة مع رؤساء فروع النقابات ببلديات الجبل جبل نفوسة في مدينة الرجبان. كما طالبت النقابة عمداء البلديات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والتعميم الموجه إليهم من وزارة الحكم المحلي بشأن ضرورة إنشاء المنتديات وبيوت الخبرة للمتقاعدين في جميع البلديات. ناقشنا موضوع استعدادنا للانتخابات إن شاء الله في المدة القريبة القادمة، وممكن حيكون غدوة عندنا اجتماع مع المفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات، وعندنا حوالي 75 فرع على مستوى ليبيا إن شاء الله بالتوفيق للجميع. أيضا إصلاح برنامج التأمين الصحي اللي صاير فيه شوية خلل في الأشهر الأخيرة، وأيضا لإنشاء المنتديات وبيوت الخبرة وفق قرار مجلس الوزراء وفق تعميم وزارة الحكم المحلي. يشتكي سكان بلدية وادي عتبة من ظاهرة انتشار ورمي القمامة ومخلفات البناء بين الأحياء السكنية. نعم محمد، الأمر الذي ترتب عليه معاناة وأضرار صحية وبيئية على المواطنين بسبب التخلص منها بطرق بدائية كالحرق. نشاهد. يشتكي سكان بلدية وادي عتبة من ظاهرة انتشار ورمي القمامة ومخلفات البناء بين الأحياء السكنية، وهو ما ترتب عليه معاناة وأضرار صحية وبيئية على المواطنين بسبب التخلص منها بطرق بدائية. الناس خدمت شركات النظافة وكذلك وزارة الصحة، لأن هذا ينتقل من اختصاص شركة النظافة إلى اختصاص شركة الصحة، باعتبارها أن كلها بتنتقل أمراض وكذا وتبدأ تعاني وكلها أدوية وكذا من شركة النظافة والدرجة الأولى. طبعا نعاني من رمي القمامة في أماكن وجانب الأحياش، ونطالب شركة النظافة بالقوم بدورها، ونطالب أماكن بتخصيص رمي القمامة، وهذا كلها تعتبر كلها أمراض، وهذا
الشيء اللي يجيب الأمراض والتلوث البيئي ويجيب العقارب والصحة تعرفينها في ليبيا طبعا تعاني 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 من ليبيا من جميع الاتجاهات من مشاكل واجدة. الأزمة ليست وليدة اليوم بل ترجع لأعوام مضت، وذلك بسبب توقف فرع شركة النظافة بالبلدية لأكثر من 10 سنوات، وهو ما زاد الأمر سوءا على سكان المنطقة الذين باتوا عرضة للأفاعي والعقارب. بدل واحد قاعد في حوش يفرش في السور قاعد يسمي واحد كنايز، ما عرفنا الواحد وين يعدي والله كيف يديه، يعني المفروض يدروا لهم مكب خاص بالقمامة جماعة بلدية تناشد لأهل المكان هذا انه تناشد ان يشوفوا حل هالمشكلة والله حل هالقمامة، يدوا لهم مكان مخصص او يخصوا لهم سيارات معينة. للأسف اني نقول كلمة حق نقولها يديهم يقولها كلمة حق وجهها كلمة حق ان سيارات فيه في سيارة من سيارتين ثلاثة تشوفوا يجيبون جدد يصور يوم يومين ثلاثة قدام وكان جن سيارات وكذا بعد يختفين وين يعدن الله يعلم. تفين لي نصف مدرسات في الأحياء ولا مدرسين الله يعلم، لكن حاجة كلمة حق نقولوها احنا ان جماعة البلدية جماعة النظافة المفروض شو ينظروا في امرنا جماعة البلدية بالامر هذا ضروري ضروري. المواطنون وجهوا رسالة عاجلة للسلطات المحلية لإنقاذ الأحياء السكنية من التلوث البيئي بسبب تفاقم الأزمة، كما وجهوا مناشدة للحكومات الليبية طرف مركبات وصناديق لنقل القمامة بمناطق البلدية أسوة ببقية المناطق والمدن الليبية. أقيمت بمدرسة حمزة بن عبد المطلب بمحلة تاروت جلسة حوارية بعنوان التغييرات المناخية وأثرها على البيئة والخدمات في بلدية القرض الشاطئ. نعم مروة، وذلك تحت إشراف ومراقبة التربية والتعليم ببلدية القرض الشاطئ. نتابع. تحت إشراف مراقبة التربية والتعليم ببلدية القرض الشاطئ أقيمت بمدرسة حمزة بن عبد المطلب بمحلة تاروت جلسة حوارية بعنوان التغيرات المناخية وأثرها على البيئة والخدمات في بلدية القرض الشاطئ. طبعا بدعوة من مراقبة التعليم بلدية الشاطئ والبلديات المجاورة لها، طبعا جلسة اليوم حتحكي على البيئة والتغيرات المناخية وأثرها على حياة المواطنين والمجتمعات والأفراد. طبعا زي ما صار في نهاية شهر 8 وبداية شهر 9 الأمطار سببت نقولوا كوارث، يعني مش حتى مشاكل للمواطنين، سببت كوارث جدا يعني كبيرة. ففي نفس الوقت يعني احنا حنشوفوا آلية الحلول، يعني إذا عادت الأمطار هذه مرة ثانية مثلا تمام كيف نحاولوا مثلا نصينوا المباني وتكون حتى غير قابلة مثلا أنها تهدم أو أنها تطيح على أصحابها. في نفس الوقت نشوفوا أيضا مشكلة أيضا السيول زي ما صار في بعض السيول في منطقة وادي الشاطئ. تهدف الجلسة إلى تفادي المخاطر المتوقعة من التغيير المناخي وإثارة الحوار المجتمعي للتوعية ورفع التوصيات للجهات العليا وصانع القرار سواء في قطاع التعليم أو الجهات الأخرى ذات الصلة بالبيئة. نحاول إحنا يعني في خلال الحوار نجد لحل هذه الأمور، يعني نوصل صوتنا مثلا للحكومات المعنية بكلام هذا كالبلديات أو كالمسؤول الكلام هذا، على الأقل في الأيام الجاية نكون يعني تكون عندنا مثلا استعدادات بالذات خاصة في الكوارث اللي تحصل لدينا طبيعية وغير طبيعية يعني. والله وإن شاء الله يعني الحوار كان حقيقة مثمر، ونتمنى أن صوتنا يوصل عن عبر القناة، ونشكر كل الحاضرين والمن كان على هذه القائمة. يعني الجلسة خرجت بعدة توصيات هامة، منها تشكيل لجان محلية لمتابعة قضايا التغير المناخي وتقديم توصيات للجهات المختصة وتحسين البنية التحتية لمواجهة التغيرات المناخية وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في مشاريع بيئية مستدامة تسهم في حماية البيئة. إذا وصلنا وإياكم مشاهدين إلى ختام النشرة. نعم محمد، نترككم الآن مع حوارية الليلة والزميل نبيل تخيل. متابعة طيبة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. لماذا منح مجلس الأمن البعثة الأممية تمديدا مشروطا لأول مرة؟ وما دوافع اصطدام دول كبرى بالخصوص واتهام واشنطن لموسكو بالتعنت؟
وكيف سينعكس أي فراغ محتمل على المشهد الليبي؟ وماذا سيضيف قرار مجلس دعم لحكومة موحدة والداعي لقوانين قابلة للتطبيق والبناء على مخرجات 6+6 وخارطة جنيف؟ بعد الفاصل مشاهدينا.